دعوة إلى تعزيز الدعم للدول الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ، وجهها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وأكد الجابر أن القيادة في دولة الإمارات توجه دائما بدعم جهود التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأنها حريصة على تطوير الشراكة مع باكستان بما في ذلك دعم مشروعات الطاقة المتجددة لديها.